نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. محادثات مهمة للوزير السعودي تامر السبهان في لبنان ركزت على تفعيل نتائج زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الرياض أخيرا، وأشارت إلى تعيين سفير جديد في بيروت. وإلى هذا الشأن، قانون الانتخاب النيابي ما زال في الواجهة، ووزير الداخلية نهاد المشنوق قال في وزارة الداخلية: نحن ملزمون بالقانون وذاهبون باتجاه ما يقوله الكتاب. وتمنى الوزير المشنوق على رئيس الجمهورية مراجعة مواقفه، وغدا جلسة مساءلة نيابية للحكومة في العديد من القضايا، وفي هذا انعكاس للديمقراطية. وفي الأمن، لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أن ما من شيء في راهن اللبنانيين إلا يبعث على الأمل والتفاؤل، خصوصا بعد انتخاب الرئيس عون. وفي الخارج، تحضيرات لمؤتمر جنيف ورهان روسي على ذلك، إلا أن للإدارة الأمريكية موقفا غير معروف حتى الآن من هذا المؤتمر. وفي واشنطن، رحلات رعاية الدول السبع تسير طبيعية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يترقب حدثا أمنيا ليعزز ما اتخذه من إجراء عاد عنه بضغط دبلوماسي. عودة إلى تحرك الوزير السعودي تامر السبهان في لبنان. تعيين سفير جديد للمملكة العربية السعودية في لبنان وعودة السعوديين لتمضية إجازاتهم في بيروت أبرز ما أعلمه وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. الوزير السبهان نقل إلى الرئيس عون تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وقال أن زيارته تأتي لاستكمال البحث في المواضيع التي تم الاتفاق عليها في زيارة الرئيس عون للسعودية في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص الملك سلمان على أن يتابع الوزراء في البلدين النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال القمة اللبنانية السعودية التي عقدت في الرياض في الشهر الماضي. وأعلم الوزير السبهان الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة في لبنان وزيادة رحلات شركات الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة السعوديين لتمضية عطلاتهم السياحية في بيروت. وشكر الرئيس عون الوزير سبهان على زيارته وحمله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وشكره على الإجراءات التي اتخذها في سياق تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية، مؤكدا أن التوجيهات أعطيت للوزراء لاستكمال البحث مع وزرائهم السعوديين في المواضيع المشتركة. سبهان التقى رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبير، وكان عرض للعلاقات الثنائية والتطورات العامة، كما التقى يرافقه القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملات في كليموسو، وكان جولة أفق في الأوضاع الإقليمية والدولية. الرئيس عون شدد على أن ليس هناك من داع للخوف من النقاش في القانون الانتخابي، مؤكدا أمام زواره أن الانتخابات ستتم وأن لبنان يتابع مسيرة النهوض. سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلا عادلا في مجلس النواب لجميع اللبنانيين. تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون هذا ترافق مع الإشارة إلى أنه لا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد، لأنه في النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل 3 أشهر. وإذا أكد رئيس الجمهورية أمام رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحول على رأس وفد أنه سيواصل العمل لإعادة علاقات لبنان طبيعية مع الخارج، بحيث يستعيد الدور الذي لعبه في السبعينيات وخسره نتيجة الحرب، أشار إلى أن هذا الدور سيعود وبشكل أفضل من قبل، لأننا متجهون نحو فترة استقرار ثابت ليرتاح الجميع مع بعضهم البعض ضمن التوازن. لافتا إلى عودة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية لا سيما منها السعودية ودول الخليج، وكل المؤشرات تدل على العودة إلى الاستثمار في لبنان. الأوضاع الحياتية والمعيشية كانت أيضا مدار بحث بين الرئيس عون ووفد الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، وشدد رئيس الجمهورية على أن ملف الفساد سيعطى الأولوية وأن التحقيقات ستشمل كل الملفات التي حصلت فيها ارتكابات وتجاوزات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سوف يباشر الأربعاء درس مشروع الموازنة على أمل إقرارها، بحيث يتم ذلك للمرة الأولى منذ العام 2005، مؤكدا أنه سيواصل العمل لإقرار المرحلة الثانية من ضمان الشيخوخة في
أقرب وقت ممكن. دبلوماسيا، كان اللقاء بين الرئيس عون وسفير منظمة فرسان مالطا ذات السيادة في لبنان شار أنري دارجون والمستشار الأول في السفارة فرانسوا أبي صعب. دارجون لفت إلى أن المنظمة جهزت وحدتين صحيتين متنقلتين للاهتمام بالأوضاع الصحية للنازحين. الاتصالات الجارية للوصول إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد تناولها الرئيس عون مع أمين عام حزب التشناق النائب أجوب باكرادونيا، فيما تمنى متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة من قصر بعبدة على رئيس الجمهورية أن تتم التعيينات في الوظائف العامة حسب الآلية المتبعة في مجلس الخدمة المدنية. وفي القصر الجمهوري، وفد الرابطة الثقافية في طرابلس برئاسة رامز الفري، وزود رئيس الجمهورية المدير العام الجديد لهيئة أوجيرو عماد كريدي بتوجيهاته لتفعيل قطاع الاتصالات في لبنان. وأمام الإعلامية داليا فريفر التي حققت إنجازاً بدخولها موسوعة جينيس العالمية بإدارتها بثاً مباشراً عبر تلفزيون لبنان لمدة 24 ساعة، أكد رئيس الجمهورية متابعته لمطالب ذوي الحاجات الخاصة. حضر اللقاء المدير العام للتلفزيون طلال المقدسي ومدير البرامج حسن شقور وأنتوني فريفر شقيق الإعلامية. رئيس مجلس النواب نبيه بري واصل فترة النقاهة الصحية بعد العملية الجراحية في مستشفى كليمانسو، وقد عاده اليوم الرئيس تمام سلام وتمنى له الشفاء العاجل. الرئيس الحريري أكد التزام الحكومة إنجاز قانون جديد للانتخابات وقال لقد قطعنا شوطا بعيدا ونكون مع شريط فور جهوزه. أهلا بكم من جديد. النائب سامي الجميل بعد لقائه الرئيس سليمان أكد تبني الدائرة الفردية لقانون الانتخاب لأن 60 محدلة والتمديد مرفوض. ووفد اللقاء الديمقراطي جدد التجاوب مع أي صيغة توافقية تحفظ التوازن الوطني. من غير المسموح يحصل فراغ والتفرد بتنفيذ بند واحد في اتفاق الطائف، الكلام للرئيس ميشيل سليمان بعد لقائه وفد اللقاء الديمقراطي الذي أكد إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن النقاش مفتوح إذا كانت هناك إرادة لتعديل قانون 60. غير مسموح أن نتفرد بتنفيذ بند واحد من اتفاق الطائف، لذلك أنا طرحت قانون على أساس الأكثري بتفقوا عليه. طبعا في أطراف رافضة 60 بالمطلق، في أطراف بتقول 60 معدلا. تقسيمات 60 هي موجودة بكل مشاريع القوانين لحديث هلأ، على الأقل في جزء من تقسيمات 60 موجود. إذا أردنا أن نعدل 60 النقاش مفتوح ويجب أن يكون النقاش هادئا، لذلك قلنا 60 معدلا. كيف وما هي هذه التعديلات لسنا وحدنا من يقرر، نحن في سياق تشاور وطني واسع مع كل القوى وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية وإخواننا بالتيار والقوى السياسية المختلفة في البلاد. لم نصل بعد إلى فكرة التعديل، غيرنا طرح تعديلات أيضا صدرت عليها مواقف ليس فقط من قبلنا بل من قبل قوى سياسية أخرى من ضمن الشيخ سامي جميل بما يمثل، ورفضت هذه التعديلات. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وبعد لقاء الرئيس سليمان أكد أن حزب الكتائب منفتح على مناقشة أي قانون يعتمد وحدة المعايير، مجددا رفضه لقانون 60 أو تعديله إلا إذا كان هناك من يريد إنشاء مجلس قبائل يدير البلد. دائرة الفردية الأنسب، إيه دائرة الفردية أنسب؟ one person one vote. هلأ بدهم هلأ ياخدوا قانون 60 يعدلوا جملة فيه واحدة بس، ياخدوا جملة واحدة بدل ما الناخب ينتخب كل مقاعد القضاء ينتخب مقعد واحد بالقضاء، منكون عملنا one person one vote. إلا إذا بدنا نحنا نعمل مجلس ملي بلبنان، يعني يصير في أحاديات طائفية، أحادية سنية، أحادية شيعية، أحادية مسيحية وأحادية درزية، ساعتها ما في حاجة ولا لمجلس نواب ولا لديمقراطية ولا لمعارضة ولا لمحاسبة ولا قوانين ولا دستور ولا شيء. بيقعدوا مع بعضهم الشباب بيخالفوا الدستور ساعة البدون، بيخالفوا القانون ساعة البدون، بيتفقوا على مين نائب مين وزير، وخلي البلد يندير من قبل 4-5 رؤساء قبائل بيقعدوا مع بعضهم وبيديروا البلد.
الوزير باسيل التقى رئيس جمهورية الكونغو مشددا على الحوار وعلى متانة العلاقات بين البلدين. توج وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بلقاء الرئيس جوزيف كابيلا، وأجرى الوزير باسيل محادثات مع نظيره الكونغولي تشي ليونارد أوكيتيندو في مقر وزارة الخارجية والاندماج الإقليمي بحضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في الكونغو أنري قسطون، وجرى خلالها عرض لأبرز مجالات التعاون التي يمكن أن توضع في إطار اتفاقات ثنائية في مجالات حماية الاستثمار والنقل الجوي والتبادل السياحي ومنع الازدواج الضريبي واعتماد آلية مشاورات دائمة على مختلف الأصعدة. كما زار وزير الخارجية يرافقه وزير التربية الكونغولي المدرسة اللبنانية والمجمع الثقافي العربي في كينشاسا، وجال على مختلف أقسام المدرسة مطلعا على أحوال الطلاب. وزير المال علي حسن خليل أعلن عبر حسابه على تويتر أنه أعطى الإذن بملاحقة موظفة من مديرية الضريبة على القيمة المضافة أمام النائب العام الاستئنافي في بيروت بجرم استغلال الوظيفة والاحتيال. المزيد من الأخبار المحلية في هذا الشريط. التطورات السياسية في لبنان والمنطقة عرضها وزير الداخلية مع السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، والتقى وفدا من مجلس بلدية الغبيري برئاسة معن خليل وتم عرض لشؤون البلدية. استقبل قائد الجيش العماد جنقاوجي في مكتبه في اليرزي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والحاج وفيق صفا، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد. أوقفت وحدات الجيش بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الثاني المنصرم 2718 شخصا من جنسيات مختلفة لتورط البعض في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات وارتكاب البعض الآخر مخالفات عديدة تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وقيادة سيارات ودرجات نارية من دون أوراق قانونية. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان التقى وفدا من فعاليات خلدي وعرض قانون الانتخاب مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد. ألم النزوح في معرض صور بعيون الأطفال بدعم من الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف في مسرح المدينة ضمن مشروع صورة وذاكرة. قطع أهالي بعلبك الهرمل لبعض الوقت الطرق الرئيسية في عدد من مناطق البقاع الشمالي بالإطارات المشتعلة مطالبين بالعفو العام عن المطلوبين للعدالة. رعى محافظ الجنوب منصور ضوء الإطلاق الرسمي لتسجيل العدائين المشاركين في ماراثون صيدا الدولي نركض للتنمية والسلام المقرر يوم الأحد في 23 نيسان، وذلك بدعوة من جمعية ماراثون صيدا الدولي. رحب عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني صلاح يوسف لزيارة مفوض عام الأونروا لعدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان والمقررة خلال الأيام القليلة المقبلة. لمناسبة ذكرى الاستشهادي حسن قصير والذي كان قد فجر سيارة مفخخة بدورية الاحتلال الإسرائيلي قرب مؤسسة جبل عام العام 1985، أقامت قيادة حركة أمل في إقليم الجنوب احتفالا ووضعت إكليلا من الورود عند النصب الذي رفع له مكان العملية. قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية معدات طبية لمدرسة التمريض في مؤسسات الإمام الصدر بحضور رئيسة المؤسسة السيدة ربا بالصدر شرف الدين. في عكار مطالبة بتعزيز البنى التحتية في المنطقة. منذر المرعبي. تعاني مختلف طرقات عكار العامة والفرعية من الحفر وغياب أي صيانة أو تأهيل، بل هي متروكة لتشكل مصيدة للسيارات والمرة، وخصوصا عندما تهطل الأمطار تتحول الحفر إلى بحيرات عائمة. وفي ظل ضغط السير أصبحت الطرقات الفرعية المتنفس للهاربين من أزمة السير، والطريق التي تصل مفرق الشيخ محمد وصولا حتى بلانة الحيصة في حال مذرية جدا، كما هو الحال على طريق لكويخات وكوشا. المواطنين في عكار ناشدوا الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال العمل على الإسراع في تعبيد وصيانة الطرقات. احنا هلا عم نمشي على طريق هو اسم طريق بس يعني الديناصورات من العصر القديم حرام يمشي فيه. امبارح قلبت وكار هون راح فيه شي 3-4 جرحى. الحقيقة كسرنا السيارات، يعني ما في لا بلدية ولا وزارة أشغال ولا حد عم يطلع بهالطريق، مع أنه هو صلت وصل يعني بين مناطق. عكار تأمل من الحكومة الجديدة تطبيق الإنماء المتوازن ومعالجة مشكلاتها الكثيرة. والصفحة الاقتصادية مع زميلة ندى الحوت.
هل فعلا انحسرت مناخات التفاؤل بسبب التشنجات السياسية وبسبب عدم اتخاذ أي إجراءات في معالجة الملفات المالية والاقتصادية؟ استاذ أنطوان فرح، اليوم نحن مثل ما عم نشوف أنه تراجع الواقع السياسي، يعني كان هناك نوع من التفاؤل. اليوم عندنا 4-5 نقاط ممكن هي بتوصف الوضع الاقتصادي. واحدة منها استحقاقات الدين في السنوات الخمس المقبلة، واللي رح يكون بحدود 19 مليار دولار، يعني الدولة اللبنانية عليها تدفع 19 مليار دولار بهالخمس سنين الجاية. نعم. منهم 4.3 بهذا العام 2017 وحدة. شغلة تانية، الوضع بالخليج، كلنا بنعرف انه الوضع الاقتصادي والمالي بالخليج الى تراجع الى حد ما. واخر شيء تخذ قرار بالتفئة الضريبة على القيمة المضافة. شو بيعني هالشيء؟ بيعني كل العاملين بالخليج صار عندهم انفاق اضافي بالدولة الموجودين فيها. عندنا نقطة ثالثة، الدول بالمنطقة، دول المنطقة كلها الى تراجع. كان عندنا القطاع المصرفي اللي هو عمود الاقتصاد اللبناني. نعم. كان دجا عم بيشوف عم بيقدر يتوسع بالمنطقة، يعني طلع على تركيا، طلع على مصر، طلع على الاردن. اليوم بنلاحظ انه الاوضاع بهذه الدول المالية تحديدا كلها في عندها مشكلة، وبالتالي ارباح المصارف، وضع المصارف كمان صار حذر. كل هالمؤشرات هيدي اذا بتجمعيها بتلاقي انه عندنا مشكلة بعد اقتصادية مالية بعد عم بتراوح محلها. اجت الأزمة السياسية وتاج الزبيد لحتى تعطي مناخ ترجع من اليأس. نعم. بس هناك أمل بعودة يعني الخليجيين إلى لبنان، بعودة السائح العربي إلى لبنان. في شهر شباط يعني الهيئة الاقتصادية دعت لهذا الموضوع، وأول إشارة تعيين سفير سعودي في بيروت. يعني هيدي على شو بتدل؟ هل فعلا رح تتحرك العجلة الاقتصادية؟ رح يتحسن مثل الوضع؟ يعني احنا ما بدنا نكون كمان متشائمين إلى أقصى الحدود. بالبداية هيدي يعني هيدي نقطة مضيئة اليوم، يعني هي اليوم هيدي صارت، واليوم تبلغنا إنه في سفير سعودي جديد. نعم. وقال إنه الأصيل صحيح، وأنه السياح الخليجيين أو السعوديين راجعين. نعم. هذه نقطة كتير إيجابية. طيب. بس طبعا واحدة ما بتكفي. أنت بتعرف أنه وقت اللي رحنا على السعودية الحديث كله كان، وإلى قطر الحديث كله كان عن الأمن كمان، مش بس عن يعني لا عن السياسي ولا عن الوضع الاقتصادي. نعم. كان عن الوضع الأمني. الوضع الأمني عندنا إن شاء الله ما يصير شيء مثل ما صار قبل مرة بقصة الكوستا. صحيح إحنا أجهضناها، بس أعطيت مناخ عام بخوف. نعم. إن شاء الله ما يصير إجراء يعني قضايا من هذا النوع لحتى يقدروا يجوا الخليج. طيب شو الحل برأيك؟ ما في حل. يعني شو مطلوب خطة وضع بهيدي الظروف نحن عم نمرق فيها؟ أول شيء المناخ السياسي، بده يصير المناخ السياسي مقبول لحتى يصير المناخ البلد كله مقبول، ليصير في تشجيع للاستثمارات. بالمناسبة خليني يعني أقطع على نقطة تانية، وشيد بقضية التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية. نعم. اللي أطلقه هو وزير الخارجية بقصة المغتربين. نعم. هذا شيء كتير مهم وهذا شيء كتير إيجابي، بس طبعا هذا كأنه عم نمهد الأرض لنحسنها، بس ما فينا نضل نمهد الأرض من دون ما ناخد إجراءات. النشرة مستمرة بعد هذا. أهلا بكم من جديد. رئيس الوفد الروسي إلى الأستانة يؤكد أن فصل المعارضة عن الإرهابيين في سوريا مستمر، وداعش بات محاصرا بالكامل في الباب. أعلن رئيس الوفد الروسي إلى اللقاء الدولي حول سوريا في أستانا أن روسيا وتركيا وإيران أكدت خلال الاجتماع مواصلة العمل على ضمان الهدنة في سوريا، وبحثت إجراءات خاصة في هذا السياق، وأضاف أن المشاركين في الاجتماع بحثوا سير تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية وإجراءات خاصة بإنشاء آلية رقابة فعالة من أجل ضمان الالتزام الكامل بنظام الهدنة والحيلولة دون أي استفزازات، كما كانت لافتة مشاركة الأردن في الاجتماع. رئيس الوفد كان لفت أيضا إلى لأن فصل المعارضة عن الإرهابيين في سوريا مستمر، والجيش الحر يقاتل النصرة. من جهته أشار الأسد إلى أن معظم الدول الأوروبية انتهجت سياسة غير واقعية منذ بداية الحرب في سوريا، وهي بذلك عزلت نفسها وقضت على أي دور يمكن أن تلعبه في هذا المجال. ميدانيا أكد المرصد السوري أن داعش الإرهابي محاصر بالكامل داخل مدينة الباب في شمال سوريا، ومن ناحيته أعلن الجيش التركي عن قصف 256 هدفا لداعش في شمال سوريا. إذن بالعودة إلى نشاط رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فهو أكد التزام الحكومة إنجاز قانون للانتخابات النيابية، وقال لقد قطعنا شوطا بعيدا، وهو تحدث أمام المجلس الأعلى لطائفة الرومي الكاثوليك مؤكدا لن يكون هناك انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم.
اتفاق على وجوب الوصول في أسرع وقت ممكن إلى مشروع قانون جديد للانتخابات يحظى بتوافق الكتل السياسية ويأخذ بعين الاعتبار هواجس جميع الأطراف. هذا ما خلص إليه اللقاء الذي انعقد في بيت الوسط مساء الأحد بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، الذي رافقه وزير الإعلام ملح مرياشي، وحضر اللقاء وزير الثقافة دكتور غطاس خوري والسيد نادر الحريري. في السراي الكبير لقاء موسع بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأعضاء المجلس الأعلى للروم الكاثوليك برئاسة نائبي الرئيس الوزير ميشيل فرعون ومطران طرابلس إدوار ظاهر، والمجلس الأبرشي في بيروت برئاسة المطران سليم بستروس. الرئيس الحريري شكر للوفد هذه الزيارة وتحدث عن المرحلة السياسية الجديدة في لبنان وعن الوفاق القائم بين أهل الحكم، وقال إنه متفق مع رئيس الجمهورية على أنه لن يكون هناك انقسام بعد اليوم، والاتصال بين فخامته وبينه واتصال يومي للتباحث في مختلف القضايا والمشاكل التي نواجهها. وأكد الرئيس الحريري التزام الحكومة بإنجاز قانون جديد للانتخابات، وقد قطعنا شوطا بعيدا. أما فيما يتعلق بمطالب الطائفة فكل الطوائف لها حقوق ولا بد من تلبيتها من ضمن واقعنا اللبناني على مختلف المستويات، وأنا ألتقي مع طائفة الروم الكاثوليك في الاعتدال الذي تمثله، لأن الاعتدال هو المدخل لحل ومعالجة جميع المشاكل والقضايا في لبنان. وقال الوزير ميشيل فرعون: وكان دوت الرئيس متفائل أن وصلنا لآخر 100 متر إن شاء الله لتكوين يعني هذا القانون، بالإضافة لبعض المطالب اللي مسميها مطالب البعض بسميها كاثوليكية، بس نحن حقيقة معظمها هي بترتبط بمسائل وطنية أو مؤسسات وطنية. إذا منعطي مثلا موضوع المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي بيعني جميع اللبنانيين والقطاعات الاقتصادية، أو مؤسسة أمن الدولة اللي صحيح بديرة كاثوليكة إنما هو جهاز مهم اللي هو له فعل كتير كبير على صعيد الأمن، أو إذا حكينا عن مسألة منطقة القاع اللي هي أحد البلدات الحدودية اللي عم تتعرض لمخاطر ولأزمة كتير كبيرة، مع ورشة عمل اللي راح يتعمل دوت الرئيس أيضا لنلاقي الحلول بعد هذه المسائل. في النشاط الدبلوماسي اجتمع رئيس الحريري إلى سفيرة قبرص كريستينا رفتي التي جددت التزام بلادها العمل مع لبنان لما فيه مصلحة البلدين، والتقى رئيس الحكومة سفير أرمينيا. الرئيس الحريري اجتمع إلى النائب السابق فارس سعيد وإلى وفد من الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز برئاسة شارل عربيد الذي أطلعه على مبادرة براندينج لبنان. سمعنا منه كلام كتير مشجع لحتى كل الوزارات وكل القطاع الخاص يكون داخل هالبرنامج هيدا. كمان حطيناه ببعض الهواجس اللي علاقة بالموضوع الاقتصادي عامة، حكينا عن موضوع الضرائب اللي عم نسمع لاحتجاب الموازنة، وأكيد شرحنا وجهة نظرنا بهذا الموضوع، وسمعنا منه كلام كتير مشجع أنه إن شاء الله صيفية بتكون واعدة وبيكون لبنان نظيف، ما منشوف فيه زبالة ولا شيء، وهيك بيقدروا كل المصطفين وكل الناس اللي بدون يجوا على لبنان يقضوا صيفية نحن ناطينا من زمان. الرئيس الحريري التقى رئيس بلدية صيدا محمد السعودي الذي بحث معه في أوضاع المستشفى التركي في المدينة. من الزوار رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ووفد من نقابة أصحاب مصانع الجرانيت، الذي سمع من الرئيس الحريري الوقوف إلى جانب كل صناعي لبنان بعدما شرح الوفد مشكلة إغراق السوق من سوريا ومصر والصين. أعلنت وزارة النفط الإيرانية ألا مكان للشركات الأمريكية في المشاريع النفطية في إيران، وأوردت في موقف جديد لها أن مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة متناقضة، مؤكدة أنها ستظهر الوقائع في الزمان والمكان المناسبين. من جهة ثانية أكد الكرملين الروسي أن موسكو لا توافق على موقف الرئيس الأمريكي بتصنيف إيران دولة إرهابية. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مستهدفة المناطق الشمالية لمدينة غزة، ولا سيما مبنى الإدارة المدنية السابق في القطاع. في العراق أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية شمال بغداد. إلى ذلك أعلنت البشمركة عن مقتل 11 عنصرا من داعش، ودمرت مقر قيادة ونفق للتنظيم بقصف طيران التحالف غرب كركوك. ترامب يهاجم إيران وينوه ببوتين، وشركات تكنولوجية كبرى تقدم التماسا إلى القضاء ضد مرسوم ترامب حول الهجرة.
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على إيران منتقداً الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العظمى مع طهران على عهد باراك أوباما، واصفاً إياه بأسوأ اتفاق تفاوضي على الإطلاق. ورغم عدم معارضته له من حيث المبدأ، رأى أنه بالإمكان أن تكون الصيغة أفضل، ووصف ترامب إيران بالدولة الإرهابية رقم واحد في العالم، قائلاً إنها ترسل الأسلحة والمال إلى أماكن كثيرة، لكن العقوبات بدأت فعلياً بحسب تأكيده، وذلك في مقابلة مع فوكس نيوز. ترامب الذي اتهم خلال حملته الانتخابية بالاستفادة من قرصنة روسية لبيانات كلينتون، أكد أنه يحترم الرئيس بوتين، لكن احترامه لا يعني بالضرورة إمكانية التفاهم بحسب قوله. الكريملين رد على ترامب معلناً أنه لا يتفق مع تقييمه بأن إيران دولة إرهابية. من جهة ثانية، تعتزم العديد من شركات التكنولوجيا أن تبعث برسالة إلى الرئيس ترامب لحث إدارته على الالتزام بمواصلة تغييرات مقترحة على حظر فرض على سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وذلك بحسب ما قالت مصادر مطلعة على رسالة يوم الأحد. وقالت مسودة الرسالة: نرحب بالتغييرات التي أدخلتها إدارتكم في الأيام الأخيرة في الطريقة التي ستطبق بها وزارة الأمن الداخلي الأمر التنفيذي، ومن بين الشركات التي من المتوقع أن توقع على الرسالة أبل وفيسبوك وجوجل وتويتر ومايكروسوفت وياهو. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات المتعلقة بالرسالة ما زالت جارية. وقالت شركات التكنولوجيا التي تتسم علاقات بعضها بالفتور مع ترامب منذ حملته الانتخابية: إننا على استعداد لمساعدة إدارتكم لضمان أن يتمكن موظفون من السفر مع إمكانية تنظيم ظروفهم ودون تأخير غير ضروري. نشعر بالقلق من أن الأمر التنفيذي الذي أصدرتموه في الآونة الأخيرة يؤثر على الكثيرين من حاملي التأشيرات الذين يعملون بجد هنا في الولايات المتحدة ويساهمون في نجاح بلدنا. ختاما، أعلنت قوات الأمن التركية عن اعتقال 59 شخصا يشتبه في صلتهم بداعش في خلال عملية أمنية في مدينة بورصة. على صعيد آخر، ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 جنوب غربي إسطنبول من دون تسجيل إصابات. ويبقى لنا أن نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء. وملتقانا يتجدد عند 11:30. إلى اللقاء.